بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا مدرسك في بيتك. أعزائي الطلبة، ريثما تصلنا أسئلتكم واستفساراتكم عن منهج المقرر للصف السادس الإعدادي، نبدأ معكم في الموضوع الأول والمهم، وهو أحكام تلاوة القرآن الكريم. كما تعلمون أن الأحكام المخصصة للصف السادس الإعدادي هي أحكام النون الساكنة. أعزائي الطلبة، قبل أن نبدأ بشرح الموضوع، لابد لنا من التعرف على بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أحب أن أبين أن حالات الهمزة هي خمسة، ربما ترد منفردة أو ترد فوق الألف أو ترد تحت الألف أو ترد فوق الواو أو ترد فوق الياء. أعزائي الطلبة، هذه هي حالات أو مواضع الهمزة في اللغة العربية، إما منفردة أو على الألف أو تحت الألف أو فوق الواو أو فوق الياء. هذه الملاحظة الأولى أحب أن أوضحها، لأنه بعض الطلبة حينما تأتي نون الساكنة وتأتي بعدها الهمزة المنفردة يعرفها، مثل كلمة سوء، مثلا يعرف أن النون مثلا من أليم، يشعر أن النون في حالة ظهال، يعني جاءت الهمزة فوق الألف، ربما تأتي منفردة أو تأتي تحت الألف أو فوق الواو أو تحتها. هذه الملاحظة أحب أن أؤكدها لكم. الملاحظة الأخرى أعزائي الطلبة، عندنا النون الساكنة قد ترد في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعزائي الطلبة، المنهج المقرر، الأسئلة التي ترد في أحكام التلاوة تصور من برنامج مصحف المدينة المنورة سلام الله على ساكنها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذه المصحف المدينة المنورة فيه بعض الملاحظات أحب أن أوضحها لكم، وتساعدكم أيضا في شرح أحكام النون الساكنة والتنوين. فمثلا قد ترد النون فوقها رأس حرف الحاء، أو ترد النون مجردة، أو ترد النون فوقها حرف الميم. كل هذه النونات كل لها حكم معين. فإذا لاحظنا أن النون فوقها رأس حرف الحاء، هذه دلالة على أن النون في حالة الإظهار، وسوف نتحدث عنها في بعد قليل. أو إذا جاءت النون، هذه النون مجردة من الحركة ومن العلامة، نقول أن هذه النون هي في حالة الإدغام أو في حالة الإخفاء. هذه النون إذا جاء فوقها حرف الميم، دلالة على أن النون في حالة الإقلاق. هذه سنتطرق إلى أعزائي الطلبة حينما نشرح لكم أحكام النون الساكنة والتنوين. هذه الملاحظات أحب أن أوضحها لكم أعزائي الطلبة، وضروري هذه تساعدكم أيضا في معرفة حكم النون الساكنة أو حكم التنوين. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين. أعزائي الطلبة، هناك أربعة أحكام. الحكم الأول هو الإظهار. الحكم الأول هو الإظهار. ما معنى الإظهار؟ الإظهار أننا نظهر النون الساكنة، بمعنى ننطقها، بمعنى نلفظها. إذا جاءك تعريب بالامتحان الوزاري، عرف الإظهار بأي شكل تريد أن تعبر بما أنت تفهمه، بس بشرط أن يكون هذا التعبير صحيح. فتقول مثلا الإظهار هو أننا نلفظ النون الساكنة أو نون التنوين إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار المجموعة في أوائل البيت الآتي: أخي هاك علما حازه غير خاسر. سأشرحها بعد قليل أعزائي الطلبة، ولكن أحب أن أوضح فقط تعريف الإظهار. أعيد، الإظهار هو أننا نظهر أو نبين أو نلفظ النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار الستة.
حروف الإظهار الستة أعزائي الطلبة مجموعة في عبارة أخي هاك علما حازه غير خاسر. بمعنى الهمزة هذه فوق الألف اللي وضحتها قبل قليل، هاي الهمزة هذه الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء، كم حرف؟ ستة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، هذه أعزائي الطلبة هي حروف الإظهار. سنأخذ أمثلة فأرجو أن تتابع معي أعزائي الطلبة. مثلا في حكم الأليف، مثلا كلمة ينأون هذه رسم الإملائي، أما في الرسم القرآني هكذا يكتب، هذا الرسم القرآني وهذا الرسم الإملائي. في الحالتين النون هنا الساكنة، النون الساكنة جاء بعدها الهمزة، فماذا نقول؟ أقول النون الساكنة في كلمة أو نحكمها الإظهار، السبب مجيء الهمزة بعدها. كذلك هذه نفس الشيء، النون الساكنة في كلمة أو نحكمها الإظهار، السبب لمجيء الهمزة بعدها. إذن الأليف اللي خذناها ضربنا مثل كلمة ينأون في كلمة أو في كلمتين، مثلا من أنباء في سورة هود، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نأخذ فقط الشاهد، النون الساكنة في كلمة من حكمها الإظهار، السبب مجيء الهمزة. طبعا في الرسم القرآني في المدينة المنورة يوضع فوق النون. نعم تفضل ابن أحمد من نينوى. تفضل ابن أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. تفضل أستاذ العزيز، بك الله إذا ممكن. تفضل. ما هي الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي؟ صوت مو واضح شوية، على كيفك، عيد السؤال. ما هي الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي؟ ما هي الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي؟ أستأجي عليها إن شاء الله. ما هي الأركان؟ هو ممكن سؤال ثاني؟ دقيقة، الأساسية في الاقتصاد الإسلامي. نعم. نعم سؤال آخر. نعم عيني. هل يوجد كلمات شاذة في أحكام النون الساكنة؟ أستأجي عليها، يعني خارج القاعدة. مو شاذة، لا ما نقول شاذة، ما نقول شاذة، ما نقول شاذة، نقول استثناء عن القاعدة. إيه ما نقول شاذة، يرقص التلفزيون أحسن لأنه يرد الصوت إلي. نعم طيب أستاذ، الخط بالامتحان للآيات القرآنية. نعم شلون نتصرف مع الخط يعني؟ الخط؟ راح تخط يعني مو هاي يعني. اكتب بالخط اللي أنت ترتاح لابني، مو بالضرورة تكتب بالرسم القرآني، خاصة إذا أريد منك أن تكتب آية للحفظ فاكتبها بما أنت تفهمها بخطك أو هذا، وليس بالرسم القرآني، ليس بالضرورة، ولكن الأفضل ابني، ولكن الأفضل إذا استطعت أن تكتب بالرسم القرآني اكتبها، أما إذا لم تستطع فاكتبها بالرسم الإملائي. واضح؟ طيب أستاذ، الأسئلة كيف يمكنني ترويضها بالامتحان؟ أي سؤال؟ الأسئلة؟ كيف يمكنني أن أروض الأسئلة في الامتحان إذا كانت يعني صار عندي نسيان أو صارت عندي هيك خربطة أو هاي، كيف أتعامل مع هذا الموضوع؟ ابني أولا يعني تجاوب على كيفك وتهدئ من روعك ولا تكون مرتبك، ترتاح تقرأ الأسئلة متي، ليس فقط بالإسلامية، كل المواد ابني، كل طالب عليه أنه يقرأ الأسئلة جميعها. واضح؟ بعدين يحدد الأسئلة التي يبدأ بها، ابدأ بالسهلة. واضح ابني؟ فمو بس أنت، كل الطلاب وفي كل المواد على جميع الطلاب توصية أن الطالب يقرأ الأسئلة جميعها وبعد ذلك يحدد. شكرا على السؤال ابني. نعود إلى الموضوع.
إذن ذكرنا أعزائي الطلبة أن كلمة ينأون إما على الأليف بهذه الحالة تأتي في كلمة واحدة، هنا في كلمتين، هذا لا يهم سواء في كلمة أو في كلمتين. أخذنا مثال الألف تجي على الهاء، مثلا منهم نقول النون الساكنة في كلمة منهم حكمها الإظهار، السبب مجيئها. وأيضا في مصحف المدينة المنورة المصور عندكم أعزائي يخلي لك رأس حرف الحاء دلالة على الإظهار، دلالة على الإظهار. منه عنه عنهما، واضح شلون؟ نعم. من هاد في كلمة مثلا في كلمة من هاد، أقول النون الساكنة في كلمة من حكمها الإظهار، السبب مجيحة في الهاء بعدها. لاحظ هنا في كلمتين هنا في كلمة، أرجو تكون واضحة. نبدأ بالعين في سورة الفاتحة مثلا، أنعمت عليهم، لاحظ عزيز الطالب النون في كلمة أنعمت حكمها الإظهار، السبب لمجيء حرف العين بعدها، واضح إن شاء الله هاي؟ إذن النون الساكنة في كلمة أنعمت حكمها الإظهار، السبب مجيء حرف العين بعدها. لا علاقة لك بقبل النون. بعض الطلاب يقول النون الساكنة في كلمة أنعمت حكم الإظهار السبب لمجيء الهمزة، الهمزة قبلها، لا علاقة لنا بالحروف التي تسبق النون. موضوعنا النون وما يليها، النون الساكنة وما يليها، أرجو أن تكون واضحة. فإذا هنا النون الساكنة حكم الإظهار السبب لمجيء العين بعدها. عندنا مثلا الحاء، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. إذن النون الساكنة في كلمة وانحر حكمها الإظهار، السبب لمجيء حرف الحاء بعدها. عندنا الغين، تفضل ابني من اين مصعب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ انا عندي سؤال بخصوص الشرح ملايا، يعني اعبر حسب ما فهمت له يعني نفسه من الكتاب. تعبر عن تفسير الآية ابني حسب ما انت تفهمه، بشرط من ضمن الموضوع، هذا لا يعني انك تشرح كيف ما تشاء، وإنما تشرح موضوع يعني الآية، دليل الآية، ماذا تقصد الآية، تفسيرها، تشرح بتعبيرك أنت وليس بتعبير الكتاب، ليس بالضرورة أن يكون شرحك كما يعبر الكتاب. شكرا أستاذ. المعاني الداخلة في آية الحفظ بس؟ ابني بالنسبة إلى معاني الكلمات، دائما يسألون الطلاب هذا السؤال ونحب نوضحكم إياه. معاني الكلمات من الآيات المطلوبة للحفظ، أعيد، معاني الكلمات من الآيات المطلوبة للحفظ، وهذا لا يعني أننا نترك بقية الآيات. السبب لأنه يري السؤال فسر قوله تعالى، إذا أنت ما تعرف معنى الكلمات الموجودة في الآية فكيف تفسر؟ نعم. فإذا تؤكد على المعاني الكلمات لآيات الحفظ مع قراءة معاني الكلمات وتذكرها، لأنها تفيدك في تفسير الآيات. أكو سؤال آخر؟ أول حديث، أي نعم أستاذ، أول حديث عندنا بالإسلامية الحديث ما تعاون على الإسلام هو الشرح فقط، بعض الأنباء قالوا حفظ وشرح موجود؟ أفهمني. ابني بعض المغرضين يحاولون أن يشوشون عليكم والامتحانات، هذا تشويش، وقد تطرق إلى ذلك السيد مدير عام الامتحانات وأكد أن هذه الآية كما هي موجودة بالكتاب فقط للشرح وليس للحفظ، واضح؟ لأنه بعض المغرضين كتبوا على الفيسبوك أن هذه الآية للحفظ، وهذا لا يجوز أن تأتي تعليمات في نهاية الامتحانات. أنت في نهاية الامتحانات إني شو تجيك تعليمات تغيير المنهج، ما موجودة هذه، إذا أكو تغيير في بداية السنة، واضح. فهذه الآية فقط للشرح وليس للحفظ. سؤال آخر؟ شكرا، أشكرك على السؤال. نعم.
عندنا مثلا حرف الغين فسينغضون في سورة الإسراء، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. فإذا النون جاء بعدها حرف الغين، وقد تأتي في كلمتين من غير أيضا، فالنون الساكنة في كلمة من حكمها الظاهر مجيء الغين بعدها، أو هنا تقول النون الساكنة في كلمة فسينغضون حكمها الإظهار السبب لمجيء الغين بعدها. الأفضل ابني تسوي في الجدول، هذا الجدول دائما حفظه خلي ببالك، أفضل لك تقول الكلمة الحكم السبب، مثلا كلمة من غير تكتبها الشكل من غير، تأشر على النون تقول إظهار الحكم إظهار، السبب مجيء حرف الغين بعدها هكذا. هذا جدول السوي يريحك أفضل. نعم وصلنا إلى حرف الخاء، مثلا كلمة المنخنقة واضح، فالنون الساكنة في كلمة المنخنقة حكمها الإظهار السبب لمجيء حرف الخاء بعدها. ربما يسأل أحدكم ما حكم النون الأخرى، أقول لا حكم لها، السبب لأنها متحركة المنخنقة لا حكم لها، الحكم هنا فقط النون الساكنة في كلمة المنخنقة. تبارك من واسط، تفضلي بنت تبارك. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ بس الآيات المختصة بموضوع التسامح والقناعة كل مطلوبة. التسامح شنو والقناعة؟ هي مطلوبة ليش مو مطلوبة؟ هي بنتي من ضمن المنهج مطلوبة. ما قلت لك بنتي هذا الكتاب، هذا الكتاب ده شوفي أبويا واللي عندك نسخة من عنده، هذا كتاب مقرر مطلوب من البداية إلى النهاية ما بيترك، واضح؟ فخاب يسمعون من أحد يقولكم أنه في موضوع ترك في أبد، من أول الكتاب إلى نهايته مطلوب ما ترك، واضح؟ سؤال آخر؟ لا شكرا على الاتصال. إذن أعزائي الطلبة ذكرنا أن النون الساكنة في كلمة المنخنقة حكمها الإظهار السبب مجيء حرف الخاء بعدها. ربما قلنا يسأل أحدكم عن النون الأخرى فهذه النون مكسورة لا حكم لها. إذن هذه 6 1 2 3 4 5 6، أخذنا مثال على الألف، أخذنا مثال على الهاء، أخذنا مثال على العين والحاء والغين والخاء، هذا حكم الإظهار. إذن الإظهار أعزائي الطلبة تعريفه ضروري تحفظه، مطلوب منكم حفظ، ربما يجيكم سؤال عرف الإظهار واذكر مثالا لذلك. إذن هذا أعزائي الطلبة هو موضوع الإظهار، أخذنا فقط النون الساكنة. نأتي الآن على التنوين. التنوين أعزائي الطلبة تقريبا نفس الشيء، أرجو التابع معي نفس الشيء أيضا. نأخذ مثال على الألف، قوله تعالى وأعتدنا لهم عذابا أليما، أو ولهم نفس الشيء ولهم عذاب أليم بما كانوا يفعلون. إذن ألاحظ عزيز الطالب التنوين في كلمة عذاب حكمه الإظهار السبب مجيء الهمزة بعدها، هذا التنوين واضحة. والتنوين لا يرد إلا في كلمتين بعكس النون الساكنة، النون الساكنة قد ترد في كلمة أو في كلمتين، بينما التنوين لا يرد إلا في كلمتين فقط، واضح؟ فإذا هذا المثال ولهم عذاب أليم، التنوين في كلمة عذاب حكمه الإظهار السبب لمجيء الهمزة بعده. نأخذ الهاء مثلا قوله تعالى جرف هار فانهار بهم في نار جهنم. إذا أقول التنوين في كلمة جرف حكمه الإظهار السبب مجيء الهاء بعدها، واضح؟ التنوين في كلمة جرف حكمه الإظهار السبب مجيء الهاء بعدها.
حي العين، والله سميع عليم. تفضل ابن أحمد من نينوى. ابن أحمد ألو. تفضل ابني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. والله إذا سؤال بس عليك يا مكسوية إذا سؤال قصة القرآنية فيها شو ما تدرس يعني إبني مهسن قبل شو أجري الكتاب المقرر مطلوب كله قصص وتهذيب ونصوص قرآنية ونصوص أحاديث كل ما موجود في الكتاب مطلوب ما فيش ما مطلوب إبني القصة تقرأها وتعبر بما أنت تفهم. أرجو أن تفهمون أعزائي الطلبة أولادي هي مو حفظ مو نص قرآني أو نص حديث حتى الأول. افهم المادة المادة افهمها فيه مثلا بعض العبر بعض الإرشادات بعض النصائح مو بعض التوجيهات هذه أعزائي الطلبة تقرأها بما موجود بالكتاب وتعبر أنت بما تفهم بس بشرط ضمن إطار الموضوع واضحة؟ إذا عندك اختيارات ابني بمجال تركه تركه إذا ما بمجال ما تركه تروح عليه خمس درجات واضح؟ شكرا على السؤال أعزاء طلبة هنا والله سميع عليم إذا أتمنى أو كان الله سميعا عليما طبعا كان خير وكان الله سميعا عليما نفس الشيء في كلمة سميعا حكمه الأظهار سبب المشيحة في العين بعد أرجو أن تكون واضح وصلنا إلى إسحاق إن إبراهيم لأواه حليم في سورة البقرة تفضل ابن واثق من بابل. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا واثق. تفضل ابني. استاذ بدوز احنا عندي سؤال بالنسبه للنون الساكن. ايه. تفضل. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما تحبت في ايه. ابني متحرك ابويا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، الذين النون متحركه. لكن عندك مثل الذين ينفقون النون في حالة الإقبال احنا نيجي عليها اللي أريده منك قال ابني أنت والطلاب تبدأ حرف حرف أو كلمة كلمة في الآية أينما تجد نون ساكنة أقف عندها انظر إلى الحرف الذي يليها واضح؟ أسرح أعطيكم إن شاء الله أمثلة بعض المواضيع إن شاء الله هو أسرح لكم إياها من ما في سؤال آخر نشكرك على نعم عندي سؤال تفضل إن الذين كفروا من بعد إيمانهم من بعد إيمانهم إيمانهم إيه أقدر أكتبها إيمانهم يعني أليس وراء أكتبها أكتبها إيه لا مو إلا اللي في الخنجرية ابني إذا أقول لك أكتبها برسم الإملاء يا أبويا شرحتها قبل شوية ليس بالضرورة أن تكتب رسم عثماني بالألف الخنجرية أكتبها بالألف الممدودة واضح ما تعتبر خطأ بالنسبة لا 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 ما تعتبر خطأ ما تعتبر بعد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا أعزائي الطلبة فاصل ونواصل إن شاء الله فابقوا معنا